السلام عليكم احبابنا، صباح الخير عليكم. صباح الخير. اش ديري بلاتي ناديه هي لا تهضر. السلام عليكم احبابنا، كي جايين؟ اول مره تنجلم قدامي كيفاش جاك وجهنا حس تاع العائله ومحبوبه كدانا الله يبارك فيك. اكاجير زوين صراحه. صح. شحال دابا ما جيتي ليه؟ دابا الليل هذا عندكم وحنا عندنا الصباح. مرحبا بكم بعدا اول حاجه في فيديو جديد كما قلت لكم اخر مره، يعني رحنا ما غاديش نحبس، بالعكس حنا دائما معكم وعمرنا غنفرطوا فيكم ودائما دائما معكم ونفوجوا عليكم وتفوجوا علينا ونضحكوا مجموعين، واي حاجه في حياتنا نبارطاجيوها معكم ونشاركوها معكم اللي خطيكم علينا. وداكشي علاش اليوم ان شاء الله هذا الفيديو غادي تشوفوا فيه واحد الحاجه اللي مفرحاني بزاف ان شاء الله، وكنطلب من ربي ييسرها ليا وييسر لينا جميعا اي حاجه بغيتوها واي حاجه كتحلموا بها وبغيتوا تحققوها. فان شاء الله غدا اللي هو السبت غادي ندير افتتاح المحل ديالي في صحارى مول، محل اللي غادي يكونوا فيه المنتجات ديالي. طبعا بزاف ديال الناس ما عرفتش، يعني بزاف ديال الناس عارفين كو عندي براند ديال منتجات تجميل اللي هما منتجات ديال الناس اللي كيعانيو من النحافه وباغيين يزيدوا الوزن ديالهم. فلهذا ان شاء الله قررت ندير محل. نورمالمون يعني كنت خدامه في الاي كوميرس كما شفتوا اخر مره، يعني كندير تجاره الالكترونيه، ولكن قررت انني نحل محل سورتو في مدينتي اللي هي مدينه اكادير، بحكم ان عندي نسبه ديال المتابعين يعني كثر في مدينه اكادير، وبحكم ان يعني الطلبيات بزاف، يعني الناس اللي كتقضى عندنا بزاف يعني من الناس ديال اكادير. لهذا قررت نفتح لهم محل اللي يكون حداهم، ويعني اللي يقدروا يمشيو ديريكتومون وياخذوا اي منتوج بغاو، ف ومنها تنقص عليهم ديك 50 درهم ديال التوصيل. وان شاء الله من هنا لقدام ما عرفناش الخير فاش كاين وما عرفناش ربي اش مخبي، الا ربي سهل عليا كل مدينه ندير فيها محل، علاش لا. نورمالمون هادي شهر وحنا خدامين على المحل، يعني قدينا لي زيتاجير داكشي كامل اللي خاصو ديزاين. طبعا تسولوني المحل فين جا؟ جا في صحارى مول فين زكان. الناس اللي كيعرفوا صحارى مول واللي ديجا حضروا ليفينمون اللي كنا درنا لكم في صحارى مول، وكنا حضرنا في واحد لافونت بريفي، الحمد لله ما دارت حتى موراها حتى شهر، حتى سبحان الله يعني جاتني الفكره باش نحل تما المحل ديالي. ايوا ربي يسر، ربي يسر الحمد لله، النوايا زوينه داكشي اش ربي دائما ما كيخيبش. الناس اكادير مرحبا بكم كاملين عندي في المحل، ان شاء الله غادي نكون متواجده فيه يعني تقريبا طيله هذا الاسبوع محدي في اكادير، يعني وقت ما جيتو غادي تلقاوني حاضره تما. و اللي خصاتها شي حاجه مرحبا، كما قلت لكم منتجات ديالي هما منتجات اللي كتهم السيدات وكذلك الرجال اللي عندهم مشكل ديال النحافه اللي باغيين يزيدوا الوزن. بلا ما نطول عليكم شيكم ما طولنا شنو نقول لكم بصراحه، يعني هذا الافتتاح كنت مخططه ليه بواحد الشكل اخر، يعني كنا غادي نديرو ناخذو الطابق الرابع كامل في صحارى مول، كنا غنديرو فيه منصه وكنا غنديرو لانيماسيون دي جي، وكان او ميم طون كان غيكون احتفال يعني بالكليب ديالنا اللي ضرب نسبه المشاهدات، وفي نفس الوقت افتتاح ديال المحل. ولكن الحمد لله يعني هادشي انا كنهضر لكم على قبل انني منقرر باش يعني دابا اللي غادي ندير الحجاب، فلهذا تغير كل شيء يعني الحمد لله بعد هذا القرار. واصلا اش من احتفال مازال بالكليب ولا داكشي حنا كامل حيدنا الحمد لله، يعني حالا راه كتشوفوا مازال كندير يعني الزيف اللي هو عادي، لان الحوايج اللي فصلت والزيوف اللي فصلت مازال ما واجدينش، ان شاء الله ان شاء الله قريب غادي يوجدوا باش ان شاء الله صافي. يعني بغيت حيت كما كتشوفوا هكا الزيف واخا
يعني واخا زيف مي ما مضركش يعني بحال هكا كنلبسك سيوا تعرض وداكشي ما مضركش الجسم فابغي دوك زوفا طوال اللي على الاقل بعدا كيخبيو الداتي ديال كلها. وان شاء الله درت معايا السيده اللي غتوصلهم ليا اليوم ان شاء الله تجيبهم ليا مع السبعه شي وحدين والباقي غيوجد من هنا واحد يومين ان شاء الله ايوا شويه بشويه ان شاء الله حتى نديروا الحجاب الشرعي اللي امرنا به الله عز وجل. وخليكم معايا يلا ان شاء الله نمشيو للمول ونشوفوا المحل. مشيت للمول لقيت ناس نجار وداكشي مازال خدامين في المحل ايوا جات عندي صاحبتي ليلى ليلى ستيليست اللي والله واخا نشكرها واخا ما نعرفش نقول اللي انا هي اللي وقفت معايا يعني في التحضيرات ديال لوفرتور في المحل دو ا ازا ديالي تكلفات لي مسكينه بالبيفي هي اللي تكلفات لي بالكيك ديزاين كلشي. واليوم جينا انا وزهراء بغينا نديروا واحد لا بتيت سوربريز لي فان ديالنا ان شاء الله اللي غادي يجيو عندنا المحل اللي غادي يكونوا في لوفرتور واللي هي سنيسلات. تبارك الله عليك اخويا شكرا الله يحفظك. سنيسلات فيهم تيت مترز انا غادي نوريهم لكم سنيسلات ديالنا هما هادو مكتوبه فيهم تيت مترز لي زاكسيسوار ها هما اللي كيديروا يعني كيديروا نظام مشللين مشللين ان شاء الله. وهذا هو المحل بيجوتري اسواب وهذا هو المحل ديالو غادي يدير معكم ثمن مناسب ياك سيدي ان شاء الله. دابا خدينا لي ساشي بوحدهم وهادو غنجمعهم بوحدهم حيت هادو غيتحطو في المحل ولي ساشي كيبقاو سوفينير من عند بيجوتري اسواب. ايوا سمحوا لينا لي فان ديال كازا وديال طنجة وديال المغرب كامل ان شاء الله. دابا حنا في اكادير داكشي علاش درنا هادشي غير لي فان ديالنا في اكادير ان شاء الله نديرو محل في كازا ونديرو في مدن اخرى وكل مرة ونهديكم شي حاجة اكثر من هادشي ان شاء الله. انا جيت للمحل ديالي وسط مول شوفوا شكون هنا الجيش ديال تيت مترز جوج من الجنود ديال تيت مترز ودين وحالتي وهشام اسمه هشام اخ ديالنا وصديق ديالنا وولد عائله وولد دربنا قلت لهم شوفوا غدا مع 10 نلقاكم في المول باش تعاونوني استفوا السلعه فرصه كنجاوي يلاه انا غنوريكم دابا المحل هو هذا دوزيام ايطاج المول مرحبا بكم. حنا مازال ما جهزناه يلاه ان شاء الله غادي نستفوا السلعه من هنا لواحد شويه نتغداو ان شاء الله تيت ماترز برودكتس. الدراري مساكن كيهزوا السلعه تاع حميد هشام زوج هز وحده ايش اخوات اللي بن على ولد خالتي يلا جبت لينا نعيله جاتنا عيله المشاغبه يلا بصحتكم اختي ناديه كي جاك السكسو ديالنا السكسو ديال اكادير معنا جوج مراكشيين ينس وناديه جاي سيت مترز اين انتم ويلي ويلي ناديه شدتها الردان مسكينات عطر عليا الريحة غندير هش مسكينة تخوضات كرشا شحال وحنا كنضربو بها في الطوموبيل من الصباح كاخشي نديك اش وقع ليك اش وقع ليك اصاحبتي اصاحبتي دول شي عليا اليوم معمر مازال في معمر تجي لكادير تطم هنا يو اوف يلا بسال
الله ان شاء الله تبارك الله. كنت بغيت ندير لكم مقدمه نقول لكم راه معايا خالي. اييه هو كيف بخير. اسمحوا لي بزاف بزاف راني ما درت والو والله العظيم ما فراسي ما يتعامل ما خدام في البارك لابس الجيلي بيخلوا على خير توقفوا عليا دوك الناس انا ما عرفهمش اول مره كنشوف ذاك بنادم دوك جوج الناس خالي محمد كما قلت لكم يعني كنت يعني فرض لحظه غضب وفي ديك اللحظه فاش شفت داكشي ما عجبنيش الحال كنت قلت انه خالي عمر زعما ما عمر مبين معايا مازال شي واحد في القناه ولكن خالي محمد مسكين راه نيه وحده والله العظيم ما حسيت بيني جو العبوبيه ما لان بزاف ديال الناس قالوا لا خالك محمد ما كانش عليه ما هو مسكين ما عارفش هو تعامل ما عارفش هو ما ودوك الناس جاوا قالوا ليه احنا بغينا نتزوجوا بصوفيا احنا بغينا نخطبوا فهمتي قال لهم زعما مرحبا بكم وكذا ما بغيتش نخسر الخاطر ديال حتى واحد بغيت نقاد الخواطر لكل شيء بغيت نقاد خاطرهم بغيت نقاد الخاطر لهادو قلت لهم غدا ان شاء الله نرد عليكم الاخبار شنو غادي تقول لي يا صوفيا؟ ماشي مشكل خالي داكشي انا مسامحاك وعارفه والله الله يرحمها بالعكس انا خصني نطلب منك السماحه على اي حاجه قلتها يلاه هو المهم انا كنتسنى في مارين الطريف تو دابا باش نمشيو للمول اييه اييه نمشيو للمول نمشيو ان شاء الله نديرو افتتاح الله يرحم والدين سمح لي بزاف راني ما عارفش كاين حتى مشكل مسامح كريم مسامح كريم ان الله غفور رحيم يلاه سير خالي صافي ابي غريدي ماما غريدي ماما تقدم عندي لقاء مع الصحافه ان شاء الله وغادي نبداو الحفل ديالنا ان شاء الله صافي انا ندير معاهم واحد الانترفيو خفيف ظريف غير ونكمل معاكم
حربت زوبيا تبارك الله عليك خويا رضا الله يحفظك ليا شكرا بزاف. كما قلت لكم البنات غنخلي لكم لاباج انستغرام ديالهم في البايو. ها هي اللي صوبات لي لي صالي الله يبارك فيك حبيبتي شكرا لك بزاف بزاف. البنات السيده هذه راه كتخدم المملحات كتخدم الحلويات كل شيء هي اللي صوبات لينا هاد المملحات هادو انا نوريهم لكم ها هما البسطيلات تبارك الله عليك. هادي هي لاباج انستغرام ديالها غادي نحطها لكم في صندوق الوصف. ما صوبات لي حتى هي حتى هاد الحاله خاش ياك. والسيده ديال البيفي حتى هي راه ان شاء الله غادي تجي ونوريكم هي اللي صوبات لي هاد البيفي يعني هي اللي كتكري هاد لي طابل وهاد الناس اللي زعما اي واحد بغى عنده شي مناسبه ولا عنده شي حاجه بغى يقاد بيفي. فنخلي لكم المعلومات ديال هاد الناس كاملين في صندوق الوصف غادي تدخلوا وتهضروا معاهم اللي عنده شي مناسبه ولا شي حاجه يتواصل معاهم. حنا غادي نطلعوا الفوق دابا نطلعوا الفوق لان هنايا شوفوا كيفاش وليت بالعرق شوفوا هذا هو اللي مرأس الفرقة ديال حيتو مارك. نخلي لكم لاشين يوتيوب ديالهم دخلوا عندهم شجعوهم. قال لي اختي صوفيا حنا محتاجين الدعم للقناه ديالنا كاين ان شاء الله على راس وعينيا. نخلي لكم القناه ديال معافاكم دخلوا عندهم كاملين اشتركوا معاهم نطلعوا ولاد البلاد هاد ولاد اكادير ولاد بلادنا الشباب ديالنا شجعوهم استحقوا التشجيع. تبارك الله عليك اخويا الله يحفظك شكرا بارك الله فيك.